السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، كنتمنىكم يا ربي تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله. كنشكركم جزيل الشكر أخوتي على الدعم ديالكم للقناة، جزاكم الله كل خير. اليوم أخوتي في هذا الفيديو اللي صراحة شنقول لكم، اليوم في الصباح كنفيق كنلقى واحد الخبر على سعد المجرد اللي صراحة ما نكذبش عليكم والله العظيم إلا تصدمت واحد الصدمة لما هي صدمة، وليت كنقول حسبنا الله ونعم الوكيل. حنا خوتي كاملين سمعنا وشفنا ان سعد المحكمه ديال النقد سبق وحكمت بالبراءه ديالتو بالاغتصاب بعد ما وجدوا ادله كافيه في النازله لهاد السيده الفرنسيه لورا اللي كانت متهماه. فهنا كيقولوا تمت تبرئته. لليوم اخوتي كنشوفوا بعد الجرائد اللي كيقولوا ان المحكمه الفرنسيه قررت اعاده قضيه الفنان المغربي سعد الى الواجهه بعد ظهور مستجدات جديده، ولهذا قرر القضاء دخول الملف الى الجنايات. خوتي غادي نقرا عليكم واحد المقال، حيت بزاف ديال الجرائد تقريبا شي 10 ديال المجلات اللي كل واحد اشنو كيقول. هذا المقال كيقول بان سعد المجرد هو اللي وصل نفسه في الجنايات، وقالوا بعد ما اعتقلوه كان ديجا في حاله حرجه وانه كان يتعاطى للكوكايين والسكر، يعني بزاف ديال الحوايج اللي كاتبين عليه. وفي ذلك الوقت ملي كان التحقيق معاه كان كيقول انه هاد السيده لورا دفعاتو قمشاتو في وجهه علاش انهم كانوا يتبادلان القبعة، وسعد قد ساعدها في إزالة ملابسها. المهم أخوتي هذا المقال هادشي اللي كيقول، يعني كل واحد اشنو كما كنقولوا كيلغي بالغاه. ما فهمناش لان هادشي كله داز في التحقيق وحقو معاه، وتا هي هاد السيده لورا تا هي عطات الاقوال ديالها، وكنا سمعنا بانها تبرأ من هادشي كامل. لليوم تاني هاد بزاف ديال الجرائد اللي كاتبه هادشي، ما كذبش عليكم ما بقينا فاهمين والو. انا اللي بغيت نقول اخوتي، واش هادي مؤامره ضد هاد السيد؟ كيفاش حنا اللي كنسمعوا انه تبرئ ومن بعد كيقولوا الجنايات؟ اكيد اخوتي سعد عنده عدو كبير في الخفاء. واش عقلتوا شحال هادي اول شخص اللي حط الصوره ديال سعد مجرد، وفاش كانوا كيقولوا راه تم الاعتقال ديالو، تخيلوا والديه موباه اللي ما عارفينش اللي هو اللي تصدموا بهذا الحساب المشؤوم اللي نشر الصوره الاعتقال ديالو. في الاخر اللي تصدمنا حنا واللي كنا شفنا هو كريم السلماوي، واللي رسلها لسيمونا اللي في ميريكان، هو رسلها كذلك لصحابو مون بيبي اللي نشروها، وحنا كاملين عارفينه شكون هو اللي عنده هذا الرقم السري، هي المغنيه وعيشه هي، وكذلك اختالي هي دابا حاليا في السجن. وشكون اللي اعترف بهادشي كله اخوتي؟ وهو كريم، الى عقلتو هو اللي اعترف بكل شيء. هادشي اخوتي راه خطير، لانه خص مازال هادشي تجرى فيه البحث. انا فاش كنقولوا هادي مؤامره، هادي اخوتي راه مؤامره ما نكذبش عليكم. السيد كيشوفوه ما شاء الله ناجح، يلا شفنا هذيك الاغنيه اللي كنحط مؤخرا وتكلمت عليه اللي صراحه فرحنا وعجبنا ديال هو راني عقلتو عليها، راه يومين هاد السيد بغاو يغرقوه، ومشكله كاتبين 20 سنه، يعني الله يحفظ له دخل الجنايات. راه ما نكذبش عليكم، راه صافي زعما راه مشى فيها، وراه حنا اللي كنطالبوا اعاده ديال هذا الملف، يعاودوا ثاني يبحثوا فيه. واش عقلتوا ثاني على سفيان الحراك وكيل الاعمال ديالو ديال سعد المجرد، اللي حتى هو تهموه انه كيدي البنات الخليج وبزاف ديال الصور، وهادشي كله تكلمنا فيه عده مرات. وهادشي كامل علاش؟ انه كان دار لقاء صحفي في الخليج وكانوا سولوه شكون هي المغنيه اللي كتعجبك في المغرب، شكون هي؟ فهو كان قال اسماء المنور. فهاد السيده المغنيه ملي سمعت هادشي يا اختها اتصلوا به وحيحوا عليه وما خلاو ما داروا عليه، وناضوا اخوتي حطوا كاع الصور ديالو في هذا في مون بيبي. وهادشي كله اخوتي راه تكلمنا عليه عده مرات، لان هاد الناس راه هاد العصابه اللي كاينه في مراكش راه ما يقد عليها اخوتي الى الله سبحانه وتعالى. والله العظيم راكم اخوتي شفتوا كل شيء بعينيكم، يا ما تكلمنا على هاد الحساب المشؤوم، راه زعما ما كذبش عليكم راه شي حاجه خطيره خطيره خطيره. وهاد المغنيه ما بغات حتى حد شي واحد يكون قدها، حتى شي واحد، صافي هي اللي خصها تكون رقم واحد. هنا فاش حنا كنشوفوا فاش تكلمت دابا وفكرتكم بالنسبه للناس ما عارفينش هذا الشيء اللي تكلمنا عليه شحال هذا ديال سعد مجرد، ها انا اخوتي الناس الجداد اللي ما عارفينش انا وضحت لكم اخوتي.
لان احنا ملي تصدمنا ولقينا هذا كريم السلماوي اللي هو اللي صور سعد المجرد، وتخيلوا مع الربعة ديال الصباح واللي كينشروا هذوك الصور ديالو ديال تم الاعتقال ديالو في باريس، وحنا تصدمنا اللي من والديه الام ديالو والاب ديالو قال لك حنا ما عرفناش هذا الحساب هذا، حتى ولينا كنسمعوه في اليوتيوب كيتكلموا عليه اليوتيوبرز، والديه تصدموا قال لك هذا الحساب راه خطير. حنا اللي كنطالبوا بفتح تحقيق مع هاد الناس اللي كينشروا اللي كيعاودوا ينشروا كذلك يعاودوا ثاني يديروا البحث مع هاد كريم السلماوي، لانه عنده شي حاجه كما كنقولوا خطيره 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 في هاد الحساب المشؤوم. راه بلي سمعنا كذلك شحال هادي على سعد اللي كانوا داروا ليه واحد النشبه كذلك في ميريكان لانه ما يقدرش يمشي حتى لميريكان. هادشي كله خوتي حنا تكلمنا عليه بسبب هاد الحساب المشؤوم اللي دائما كنتكلموا عليه مرارا وتكرارا، اللي دابا حاليا كنسمعوا المغنيه بخير وعلى خير راهي خارج الاسوار، وكذلك هذا المحامي الدفاع ديالها اللي كيقول انها بارئه ما عندها حتى شي علاقه بهذا الحساب، ولو ان تثبت في حقها السيده هذا محكومه بثمانيه اشهر ومدانه وبزاف ديال الحوايج، ولكن هما كيقول لك لا حنا ما دايرين حتى حاجه. راكم عارفين اخوتي مدينه مراكش اللي حنا دائما كنقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، هادشي كنشوفوا بعينينا، راهو داك الهدهد راهو داير كما كنقولوا بالباله وتحد ما ديها فيه وبخير وعلى خير والدنيا هانيه، ولو اننا سمعناه تحكم بشهرين راه هو ما غيدخلش لا سجن لا حتى حاجه، راه هو كما كنقولوا راه خارج الاسوار. خلاتها واحد السيده كتبت لي واحد التعليق قالت لك ولو حنا غادي نسمعوا مثلا داو بانه باش غادي يدوز هذيك شهرين ديال السجن راه ما غاديش يدخل الحبس، السيد غادي يدوزها عا في دارو، لان كلشي فلوس كلشي باك صاحبي، عندك راك بخير، ما عندكش كما شفنا السيد المديمي راه الحبيب بيس كما كنقولوا صافي هادشي اللي كاين، لانك الا دويتي في الحق انك انت ما مزيانش ما كتسوى ما كتصلح. هادشي راه بزاف اخوتي، هادشي راه ما نكذبش عليكم راه ماشي هضرنا في خاطرنا، لاننا دابا انا اللي تفاجات اليوم في الصباح اللي كنشوف سعد انه تم تبرئته من هاد الاغتصاب ديال هاد السيده لورا، صافي كيقول لك راه مبرئ، وحنا ماشي حنا اللي تكلمنا راه جميع القنوات الاخوان كاملين تكلمنا في هاد القضيه، واليوم اللي كنسمعوا انه قال لك لا صافي راه الملف ثاني عاوتاني خصهم يشوفوا في حاله النظر انه باش يدخل الجنايات. يلا كيبان لكم اخوتي هادشي ما بقينا فاهمين حتى حاجه، الله يدير ليه شي تاويل ديال الخير والله القاسم، يعني واحد الصدمه اللي غادي اكيد يسمعها والديه راه صدمه وكانت قويه كما كنقولوا. المهم اخوتي ما نطولش عليكم لا فيديو، كنتمنى الى واعجبكم لي لايك والبارطاج مع الاصدقاء باش يعم الفائده، مع السلامه اخوتي.